السيدة أم إبراهيم تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنت طيب يا شيخ، حضرتك وحضرتك عامل طيبة وبصحة وبسلام يا فندم. ازاي يا نور؟ ازاي صحتك عامل ايه؟ والله الحمد يا لله. سيدي أنت أنا اللي معاك. زي أنت اللي زي صحتك عاملة إيه في الصيام؟ نحمد الله ونشكر فضل الحمد لله رضا. الله يكرمك، اتفضلي يا حاج أم إبراهيم. معايا ابني يا شيخ، والله حاطط عليا حتة سودة وبيشتمني بيدعي بعد عليا. الشر عليك، يا ربنا ربنا يهديه يا رب. ربنا حاطط عليا كده وبيشتمني شتام ويدعي عليا بدعاء مرض وحش. ليه وانا طيب؟ طب اسأليني بقى سؤال، لأن أنا ما بحبش يعني الكلام ده، قلبي ما بيستحملش. طب اسأليني سؤال يا حاج أم إبراهيم. انا سالته قلت له يا ابني ما تخليش مرتك تروح في البيوت، هي بتقعد مع الناس. قلت له لا، احنا بيت عيله ما تخليش. دخل عليا قال لي لا، تقعد هي زي ما هي عايزه. طيب قولي لي يا حاج ام ابراهيم، فين السؤال وانا وفين السؤال عشان اجاوبك عليه؟ انت بتساليني بتقولي لي الكلام اللي هو بيعمله ده ينفع او انا اجاوبك واكلمه ان شاء الله. شكرا. بص يا حاج ام ابراهيم، بص يا ابن الحاج ام ابراهيم، لان مش بالضروره تكون انت ابراهيم، اتقي الله سبحانه وتعالى في امك. هي لو كانت بتتكلم معاك بتتكلم عشان مصلحتك، عشان تحافظ على البيت وتحافظ على سمعه البيت وتحافظ على بيتك انت، فلازم لما تيجي تفهم الكلام تفهمه على هذا الحال. طب افرض ان الكلام دوت مش ملوش واقع، خلاص انت سمعت الكلام وسمعت وحسيت وتفهمت هي ايه دافع بتاعها، فانت عليك ان جزء من البر ان انت تفهم دوافع والدتك، جزء من البر بيها. لو ما فهمتش دوافعها انت في الحقيقه لست برا بها، فانت لازم تفهم دوافعها. فافهم دوافعها وما تعتبهاش في اللي هي بتقوله لك، لان هي كل اللي هي عايزاه ان بيتك يكون في صلاح وفي سلام، وما يصحش ولا يجوز شرعا. كل اللي انت بتعمله مهما عملت فيك، كل اللي انت بتعمله ده من الكبائر، سواء سبها او ان انت تشتد عليها او تدعو عليها، كل ده حرام عليك يا اخي، اتق الله. هي كل اللي قالته لك جمله من الكلام، لو انت الكلام ده مش صحيح اقعد معاه واتكلم معاه وقول لها ان الكلام ده مش عايزه، لكن تدعو عليها بامراض وحشه، انا اسف يعني ده مش فعل الناس الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. فاتق الله في نفسك وابتعد عن ده، وما تكسرش قلبها وهي كبيره في هذا السن، هي تحتاج منك لغير ده، تحتاج منك ان انت ترعاها وتحافظ عليها. وانت لو كنت شايف ان هي بتغير من مراتك يا سيدي، يبقى انت مقصر في ان انت تحترمها وتهتم بيها، فاعمل كده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال يا رب العالمين. نعم.